تحية خاصة جدا الناس ديال فيكيك، يعني بكل صراحة تحت الفرصة باش نزور المغرب كامل من الشمال إلى الجنوب، ولكن هذه الفرصة اللي جاتني فيكيك كتبقى عندي عندها واحد طبع خاص، يعني بكل صراحة، لأنه جينا لقينا واحد البلد قلب مفتوح، ولقينا الداخل رياضات، لقينا ثمور، لقينا مسائل انا ما نقدرش كيفاش نوصفهم لكم، ولكن هذا ما يمنعش على انه الناس اللي ماشي عمرهم جاوا لفيكيك يجيو يزوروا، غادي يلقاو كل شيء، غيلقاو الترحاب، غيلقاو الدفء، غيلقاو شي مسائل اللي ما نقدرش انا نوصفها بلساني، ولكن غادي تشوفوها غير من خلال التدخلات ديال الاخوان كلهم اللي جاوا لهنا. وشخصيا انا كنسلي صحابي اللي كيعرفوني، حتى الناس اللي كيعرفوني عبر الشاشه، جيو شوفوا فيكيك غادي تلقاو شي حاجه كبيره والله، ولا كانوا كيقولوا فوق فيكيك راه فعلا فوق فيكيك. شكرا لك، الله يحفظك.